حوالي 11 او 11 وربع، بغض النظر عن ده كله، ولكن انا جاي ومتمسك ان انا اقول لزملائي كلهم شكرا في قناه نيل الاخبار، رغم اي شيء، رغم انشغالهم، حاولهم كلهم بكل الطرق انهم يوصلوا لي مساعدات بكل الامكانيات ماديه، حتى انها ماديه لا احتاجها، ولكنهم جاءوا الي باموال كثيره لا انكر ذلك منذ اللحظه الاولى. كل الزملاء لا استثني احدا، من له ليس هناك صغير او كبير في نيل الاخبار، ولكن على راسهم الاستاذ سامح رجائي، كلهم حاولوا ان ياتوا الي او يصلوا الي، حتى الذين يعملون بالخارج وصلوا الي عبر الهاتف. انا اتي الى هنا لست لادافع عن نفسي، بالعكس انت جاي هنا عشان نحييك يا محمود. انا جاي هنا علشان نيل الاخبار مش علشان حد تاني، لكن ما انكرش ان في الوقت نفسه جميع القيادات في التلفزيون اتصلت بيا، وكان السيد الوزير يعني انا سعيد جدا باتصال التليفوني، كان رائع جدا، وسيادته قال كلام رائع جدا. لكن النهارده حصل العكس، لما حصل التقرير وخرج التقرير الدكتوره اوصت ان انا لابد من عمليه عاجله، سيادته وبكل شكر عملني كمثل اي احد في الشارع، بمعنى انا موظف وزاره الاعلام وادفع شهريا للرعايه الطبيه فلوس، ادفع اشتراك في الرعايه الطبيه، لن يمن احد علي بالعلاج، معي ما يمكن ان اعالج به نفسي على نفقاتي الشخصيه. قامت جهات عده مشكوره بابلاغي وزيارتي لكي تقوم بعلاجي خارج البلاد، ولكنني قلت لا يمكن أكون منتميا إلى التلفزيون المصري ولا أعالج على نفقتي أنا وليس نفقة التلفزيون المصري، لأني أدفع شهريا من مالي الخاص وزملائي جميعا يدفعون، وهناك كما نعلم رعاية طبية سيئة جدا أقل من يعني إذن يا محمود عشان ما احنا علشان نفهم الحكاية، النهارده طلع التقرير، أنت كنت قايل لي إن النهارده هيطلع التقرير الطبي اللي هيتكلم عن أنت في احتياج لإيه بالظبط خلال المرحلة القادمة. أي الدكتورة رانيا صبحي ممكن ترجعوا لها وتقول دكتورة رانيا صبحي معانا على التليفون دلوقتي يا محمود، يا ريت نسمعها. مساء الخير يا دكتورة. دكتورة رانيا. ألو. اهلا بحضرتك، انت على الهواء، يا ريت تطمنينا على حاله محمود يا دكتوره. الاستاذ محمود حضرتك اصاب اثناء تاديه عمله، كان عنده جرح في القرنيه ونزيف شديد في الخزانه الاماميه. الحمد لله بعون ربنا يعني عملت له عمليه الحمد لله، يعني للجرح بتاعه تم اغلاق الجرح وغسيل الخزانه الاماميه. والنهارده تم وكان في الاشعه المقطعيه كانت مبين ان في قرطوش داخل العين، جسم غريب قرطوش داخل العين. وطبعا حضرتك بعد هو فات 5 6 ايام من اجراء العمليه، هو الحمد لله كويس، بس عملنا النهارده اشعه ثانيه سونار على العين عشان نحدد بالظبط وضع الجسم الغريب اللي هو القرطوش. وبينت الاشعه ان في نزيف في الجسم الزجاجي ونزيف في الشبكيه ومياه بيضاء وجزء من الشبكيه منفصل. طبعا الاستاذ محمود محتاج ان هو يتعمل له عمليه لازاله الجسم الزجاجي واستخراج الجسم الغريب اللي هو الخرطوش من داخل العين. الحمد لله ان هو الجزء الامامي دلوقتي بقى كويس، فيسمح ان ايه لاجراء هذه العمليه في اسرع وقت ممكن. العمليه دي تنفع تتعمل في مصر ولا لازم وهناك ضروره لسفره خارج البلاد يا دكتوره؟ هو حضرتك احنا عايزين نديله احسن حاجه، فاحسن حاجه الاستاذ محمود ان هو يسافر. احسن حاجه انه يسافر. في وقت قد ايه؟ في خلال حضرتك يعني في خلال اسبوع 10 ايام، كل ده يعني وضع العين دلوقتي يسمح ان احنا نعمل عمليه ازاله جسم الزجاجي واستخراج الرايش. شكرا جزيلا لك يا دكتوره على هذه المتابعه. هرجع يا محمود ليك، النهارده عملت السونار، كان مفترض ان انت تقدم التقرير للرعايه الطبيه هنا في تريجو. قدمنا التقرير لسياده الوزير اللي اوصى باحالته الى اللجان الطبيه المتخصصه، كاي فرد في الشارع ربما اي فرد يستحق العلاج على نفقه الدوله، استطيع ان اذهب الى اي عضو مجلس الشعب وبتوقيعه ويقدم الى اللجان الطبيه المتخصصه، ثم تعرض على اللجان ثلاثيه فتنبثق منها لجان رباعيه فخماسيه الى ان تذهب العين اليمنى واليسرى، لا يهمني. ولكن في حين الدكتوره قالت ان انت المفروض تسافر في خلال 10 مكتوب يعني. مكتوب. ايه رايك يا دكتور صفت فيما حدث وما يحدث؟
الحقيقة هذا أو هذه الحالة يعني يجب أن ننطلق بقدر أهمية الخاص ودلالته الكبيرة على أن هناك إعلاميين في التلفزيون المصري وفي الإعلام المصري يجتهدوا ويبحثوا عن المهنية حتى يفقدوا يعني البصر، وبالتالي هذا أمر يجب أن يستخدم كدلالة رمزية تؤكد أن كثير من الشباب العاملين في الإعلام المصري حريصون على الاجتهاد وتأكيد المهنية، ومحمود نموذج جاد من هذا الشباب. واحد. اثنين، لابد من هذا النموذج أو المثال أن يعامل معاملة طليق به كرمز للإعلاميين الذين اجتهدوا وبذلوا جهد كبير في التغطية للأحداث حتى يصل الخبر والحقيقة إلى جمهور المشاهدين، فهو نموذج للإعلامي المستنير والجاد والمهني، ويجب أن يلقى معاملة كريمة وجادة تليق بهذه التضحية، حتى ويجب أن يتضامن معه جميع الإعلاميين في مصر إعلاما رسميا فضائيا خاصا أو إعلام مطبوع، لأن كل إعلامي شاب أو أيا كان في أي قناة كان يمكن أن يعاني من نفس ما يعاني محمود. نفس ما يعاني محمود. هذا هو الجزء الخاص. الجزء العام أنا بأطالب كل الإعلاميين في مصر، لا يمكن أبدا أن تتم تغطية الأحداث الساخنة بهذا الشكل الذي لا يدل على. أيضا لابد من حماية الإعلامي بواقي صدري عند تغطية للأحداث الساخنة، وواقي أيضا لرأسه في هذه الحالة، وبالتالي لابد من تضامن نقابة الإعلاميين، النقابة تحت الإنشاء، ونقابة الصحفيين مع محمود، حتى يمكن أن يشعر كل إعلامي أن أسرة الإعلام معه. صحيح. أيضا لا هنرجع لحضرتك يا دكتور، بس في حاجة دكتور، اتصال من الأستاذة سمر نور، هي صحفية في أخبار اليوم، احنا مخلينا على التليفون شوية، هي طيب. مستنيانا، اتفضلي يا أستاذة سمر. أهلا بيكو. أهلا بأستاذ محمود. أهلا بيكو. علي صوتك شوية يا أستاذة سمر لو سمحت. أنا أسفة يمكن صوتي مش واضح عشان عندي برد شوية، كنت لسه بقول يعني. أنا كنت عايزة أقول إني حصل خلط ما بين أستاذ محمود عزالي وبين مراسل آخر.